عبر هذا الطريق الدولي الذي يصل تركيا بمعبر باب الهوى تصل يومياً عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية من مساعدات أممية ومساعدات المنظمات المحلية. فمعبر باب الهوى هو الشريان الوحيد لملايين السوريين في إدلب، وذلك منذ موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 12 من تموز الماضي على قرار إدخال المساعدات إلى الشمال السوري لمدة عام واحد من معبر باب الهوى فقط. التصعيد الأخير الذي تشنه روسيا على محيط المعبر أثر على حركة قوافل المساعدات والشاحنات التجارية تزامناً مع استمرار هطول الأمطار وازدياد احتياجات سكان المخيمات للمساعدات الأساسية التي باتت مهددة بسبب الهجمات الروسية على مستودعات باب الهوى. إدانة دولية وأممية طالبت روسيا بوقف هجماتها التي أصابت مستودعات الإغاثة الإنسانية في معبر باب الهوى. عبادة منصور، تلفزيون سوريا، من الحدود التركية السورية، ولاية هاتاي.